المجتمع الحكومي وقررت اتخاذ الإجراءات. تلك الليلة أعلن عون أنه بقي أن يكسر رأس الأسد، فتفجر الغضب السوري. عم بيحاول يشيلكم من الجورة. ما هن بالجورة. احنا ما خططنا لهالمرحلة. انه طيب شو يعني اذا مش متكل على حدا يعني بتقوليني استسلم؟ ما راح استسلم. والتحرير هو ورشة وطنية مسؤولية الكل يعطوا الصحفي والمهني والعامل والأم والطفل. كل الشعب If the Syrians do not give up, how long do you think you can go on? What? If the Syrians do not pull out, they will not give up fighting. Okay, we'll continue to fighting. Liberation has its price, and we have to accept the price.